السلام عليكم، استروا قناة استروا على اليوتيوب وغير دلوقتي المحتوى اللي نتطور الى محتوى كروي ملخص من وراء هو مانشستر سيتي وهناك فرنسي جيم دافي عودة. اشترك القناة ونضغط لايك قبل ان نبدا الفيديو. الان الفيديو المذيع مانشستر سيتي وهناك فرنسي 2017 ماتش لقى ماتش مرة جبار خلص 6-6. بدأنا الفيديو ينتظر بيه أول حاجة مانشستر سيتي الحارس تفوق الحارس تفوق مرة لعبة حلوة برضه الحارس مرة جابها فرقة رائعة كورة جنب القائم جنب القائم على طول جنب القائم جنب القائم مش عارف اسمه ايه بس ده ما عارف سانيه دلوقتي راح البايرن ميونخ دلوقتي كان البايرن ميونخ طاقت عليه البايرن ميونخ اجويرو مهاجم الارجنتيني مهاجم مانشستر سيتي مانشستر سيتي اللي عنده دلوقتي كان مسيطر كيليان امبابي كان امبابي كان في هناك دلوقتي في باريس سان جيرمان مانشستر سيتي اللي عنده دلوقتي كان مسيطر على الماتش سانيه قاعد عند دلوقتي مسيطر على الماتش كله سنين اللي بيقولوا إلك ترابا انضم لريال مدريد جبن دبوي برضه ممرر حلو بيمرر كرات رائعة فالكا برضه مهاجم رائع لمدرب موناكو قال اسمه ازاي مرة رائعة يا سيلفا دي برضه يا سيلفا دي راح دلوقتي مانشستر سيتي برضه فالكاو حلو فالكاو عدى من واحد وقع المدافع حط ظهره على المدافع وقال يا له كارتيه كان هينزل على طول ونجرب يجيبه يعجبكم المحتوى بتاع الكوره دي لك شجعني بالكومنتات واللايك عشان استمر في المحتوى ده عشان المكانه بتاعتي عايز اجي في جميع المحتويات رياكشن ومدافع شفت الكوره رحيم السنين افضل في المدافع ايمن السنين ديفن دبروي ديفن دبروي دي بمر شوية كورة حلوين موت الذهب كرة الذهب ديفن دبروي بمر مانشستر سيتي سانية سانية جون جون بس يقول صايد جون لا جون جون سانية مررها مررها وراح جايب هدف على طول هدف على طول هناك برضه فرقة رائعة بجد دلوقتي المستوى رائع بجد المستوى رائع دلوقتي بس الجن يعتبر سنين هو اللي بصاها ممكن يشوطها بس هو بصاها بس هو راح جاب جون عفوا فرحة المدرب مردودة فالكاو عدى عطوه يعني مش عدى فرق كتير راح من فالكاو عدى ماتش مرة نقطة يكون ولع الماتش الريتم هيعلى دلوقتي الريتم ممكن يعلى دلوقتي على كسوف فالكاو ده كمان اول نص ساعة واحد واحد كمان ماتش خلاص 6-6 يعني ايه نشوف دلوقتي سيدي بيبي رفعها وجون مرة رائعة فرحة المدرب بتاع موناكو فرحة مرة رائعة وضرب جزاء ضرب جزاء عشان لما دقيقتيني واجويرو راح جاب ضربة جزاء على طول وهو على الماتش ماتش رائع ماتش رائع ماتش مرة رائع ضربة جزاء ولا لا لا مش ضربة جزاء يعني بيمسي هو ايه وقع بس ايام 2017 كان مش فيه تقنية الفار برضه لو تقنية الفار هتحسنها بشكل افضل تقنية الفار كيليان امبابي كان امبابي دلوقتي مرة رائعة ريال مدريد يفضل اشتراه عايز اشتري كيليان امبابي كان امبابي برضه سريع واو راح باريس سان جيرمان 150 مليون يورو مرة رقم ضخم كيليان امبابي مرة رائعة كيليان امبابي بس حطها من فوق ارجع حالي كيليان امبابي كمان لسه صغير كمان شوف احتكوا كيليان امبابي يا ريت يجي ريال كان امبابي يعلم مستوى الريال ومستواه يعلى ويكون افضل ليجا الريال بس كان ممكن يجي في وشه بقى يجي في وشه ولا يحصل واو 2-1 2-1 الماتش ده اول 40 دقيقة 2-1 واو واو
كان فرح كان امبابي حيث مدرب مانشستر سيتي. الشوط الاول خلص بعدين الشوط الثاني لا الشوط الاول لسه مش خلص مش الدوري اليوم ضايع بس نبدا دلوقتي بعدين البيو بعدين ضربة جزاء ضربة جزاء انا لوت في العادة دلوقتي فالكرة برضه مشاكس المدافعين كان امبابي عملها له فالكرة وعرضها له ضربة جزاء انا دلوقتي مستوى خلاص كان لسه كانت الفار فين الفار هتحسم ده كله ضربة جزاء ضربة فالكاو جو لا حارس صدر تألق وصدر الحارس تألق وصدر حلو الحارس تألق وصدر حلو نكز الفريق دلوقتي المباراة هتشعل دلوقتي أكتر هتشعل دلوقتي بقية المباراة جيفن روي يا لهوي كان حاطر رجليه كان ممكن تيجي هدف على طول لكن حاطر رجليه كان ممكن تيجي هدف حلو اغويرو يا جزاري بعد نادي الحارس حلو كان بين ماتش 2-2 هيولع دلوقتي هيكون حلو ماتش هيولع دلوقتي 2-2 غلط من الحارس طبعا اللوم كله على الحارس طبعا الحارس غضبان هو اللي اتحمل مسؤولية الهدف فرحة حارس الريال يصلح في مانشستر سيتي بعدين مسح الريال المدريدي ولكن في الجهة اليسرى فرحة المدرب مانشستر سيتي الهدف طبعا فرحان فالجو بابا جون مرة رائع يوم مرارة واو فالكاو عملها لوم من فوقي بس يوم مرارة عملها لوم من فوقي والحارس هو خش وأكبر غلطة للحارس خش هو استغل لما خش راح عملها لوم من فوقي يلا ضربة جزاء ضربة جزاء ضربة ضربتين جزاء ضربة جزاء لموناكو وضربة جزاء لمانشستر سيتي رحيم السري هو السبب في ضربة جزاء بس يتابع الكورة لا مش ضربة جزاء كيلين امبابي يا لهوي برا كيلين امبابي كورة صاروخية ده كريستيانو رونالدو أبوان كان أفضل كان ممكن يجيبها جو من السيلفا بابا رحيم السرين أبوير 3-3 دلوقتي ماتش 3-3 ماتش مرة رائع هدف مرة رائع واو ماتش 3-3 6 جوان فرحة مدرب الشتي طبعا جيفن دي بروي عرض هو بعد هاي كورة وقلب النتيجة 4-3 ماتش مرة رائع لعند دلوقتي ومنافس من الفرقتين في مستوى واحد طبعا واو الغلط برضه مدافع مش راقب بالكورة الغلط برضه من المدافعين الحارس برضه بيعمل ايه فالكاو بس لسه برضه الماتش كان لسه بدري برضه واو هدف مرة رائع من مانشستر سيتي الجماهير برضه فرحانة طبعا فرحانة برضه من المدافع اغويرو جيم دي بروي لا كورة مرة ضعيف اغويرو شو لا ضعيف اغويرو جون هدف هدف عشان ايه ملكة الوارد 5-3 قلبت النتيجة خالص واو ماتش مرة رائع مدرب مش عارف يعمل ايه
وفالكاو كده من باب الوقت هنشوف فرحة مانشستر سيتي مدرب طبعا هيكون فرحان عشان فاروق اشبيان اي مدرب فاروق اشبيان بعد النهارده فالكاو ضيع جون دلوقتي لموناكو ضيع جون من صنع مدربين متميزين ليوناردو جارديم البرتغالي وبيب غوارديولا الاسباني المدرب الماتش خلص بس لاقي لسه الايام بالاضافه الى بصمه ويلي كافايرو الذي صنع الفارق في لحظات مفصليه هذا المساء دي بقى في ارض موناكو امام اصغر لاعب في المباراه ارض موناكو كيليان امبابي كوره صاروخيه جون ياو سيلفا عشان دلوقتي دخل في 22 كان بقى ياو سيلفا بيلعب مانشستر سيتي حلو كان امبابي اللي جاب كان امبابي شاب لسه صغير وله مستواه لسه العمر كبير وممكن يقدم مستويات رائعه واو عند الكره الان فابينو كان امبابي يا لهوي ضحك كان امبابي ارجعها لك كان امبابي مساو كان امبابي ميلي المساعد بس حلو حلو الماتش عندي دلوقتي ماشي جميل دلوقتي 4 5 واو لا شوفها من بره بس كوره صاروخيه برضه كوره جامده حد ضرب الحارس واو واو هذا المساء شوف ايضا التمريره كانت جيرمان فابينيو وهذه الكرات تكلف خطوره كبيره انا بدي الماتش جاي حلو لا الوقت واقف في ملعب الفريق المناسب المنافس حافظين الملعب كده واو واو مين دي راجل جون فابينيو دلوقتي بيلعب في ليفربول فيجي أربعة من هناك في 2017 مشي راح الدوري الإنجليزي اثنين راح الدوري الإنجليزي واحد راح الدوري الفرنسي فابينيو وجاو سيلفا راح الدوري الإنجليزي كان مبابي راح باريس سان جيرمان